يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد للمونتاج، كيف نضبط الصوت ونشيل الازعاج في خطوتين في اي موفي او لبرامج الماك. هنا عندي مقطعين، واحد صورته برا البيت وواحد جوا البيت عشان نشوف الفروقات. نكبر شوية. طيب اول شيء نروح للتموجات اللي هي النويز، نضغط هيجيني خيارين، واحد على اليمين وواحد على اليسار. في اللي هنا background noise اللي هو اي شيء في الخلفية من ازعاج، من صوت الهدوء، صوت مروحة مثلا او دبدبات او اي حاجة هيخففها لدرجة كبيرة. فنضغط علامة صح، نروح للخيار اللي على اليمين، ننزل اخر شيء، وبكده يكون صفينا الصوت بخطوتين. عشان نحصل لنتيجة افضل ممكن نرجع للخيار اللي هو على اليسار اللي هو background noise. ممكن شايفين هذه 50% ممكن نخففها، ممكن نزودها على حسب حاجتنا. هنا برا نوعا ما الصوت ما احتاجه كثير لاني انا كنت قريب من المايك، فما راح احتاج. مثلا خليها 40 كويس، في حالات راح تحسن ما راح تخفي زي ما انتم شايفين الصوت قبل وبعد. اليوم باخذكم برا في جامع الدوافير بعد اصحاب العلم والعلماء، الدنيا مخضرة والمطر كده. طيب دحين جربنا التسجيل الخارجي، خلينا نشوف التسجيل الداخلي. نجيبها زي كذا، لو تلاحظوا هنا في علامات صفرة اللي هو معناها انه الصوت مرتفع وفي شوية ازعاج. فنروح نفس الخطوة، نروح نكتم الصوت شوية، فزي ما انتم شايفين نزلت شوية هنا، ونروح هنا ونخفضها عشان نحاول اننا نخفي الصدى ونوضح الصوت، نخلي بس صوت المتحدث هو اللي ظاهر. دحين اسيبكم لقبل وبعد. في شيء جميل هنا صار عندنا غرفة نقدر نسوي فيها أي شيء كبير الصح. هنا المنظر بنضبط نسوي الأمور والهروج والأشياء. والله عيال غرفة ما هي صغيرة، والله أكبر من الصالة صح؟ والله أمطار دي ما خرجت، سبحان الله صارت غزيرة. بس وهذا اللي كان عندي. الفيديو ان شاء الله الجاي راح نجرب معالجة الصوت في برنامج ثاني للويندوز، لانه هذا للماك، فهذا حل للويندوز. كان معكم باسم، نشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله، والسلام عليكم.